زي ما قلت لحضراتكم الكل بيدعم، الكل بيساند. يا نهار ابيض يا جماعه، ده انا معايا تليفون من واحد من الرموز الكبيره جدا في عالم كره القدم. يعني بالنسبه لي التليفون ده انا بقالي كتير جدا ما اتكلمتش معاه كمان، فيعني فرصه سعيده جدا ان انا اتكلم مع احد اهم رموز كره القدم المصريه، النجم الكبير كابتن علي ابو جريشه. كابتن علي ازي حضرتك؟ ويعني سعداء جدا 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 بوجود حضرتك معانا. ازي صحتك؟ ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا اسلام، الحمد لله. حضرتك وحشني جدا جدا والله. الله يخليك، وانت والله يا اسلام. ويعني دايما بيوحشنا صوتك وبيوحشنا. لا بس انا متابعك، انا بشوفك متابعك. ربنا يخليك يا كابتن مصر، ده شرف لينا. الله يكرمك يا اسلام. اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله يا كابتن. يعني كابتن علي، عايز اسال حضرتك، انا مش هاخد حضرتك في اسماعيلي ومش هاخد حضرتك في اهلي ومش هاخد حضرتك، لا، لكن انا هاخد حضرتك في منتخب مصر. منتخب مصر الكل دلوقتي بينظر لهذه المباراة، ومهمة قومية لينا كلنا الحقيقة، من أول أصغر واحد في شعب مصر لغاية أكبر واحد، وبالتالي رأي حضرتك في مباراة يوم الجمعة القادم؟ طبعا إسلام، لما 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 يبقى المنتخب يبقى كل الأندية يعني خلاص، يعني التارجت كله منتخب دلوقتي، كله طبعا مع منتخب مصر، وكل قلوبنا مع 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 المنتخب ومع لاعبتنا. فطبعا ده يعني اي حاجه بعد كده بتيجي بعدين، لكن طبعا الاساس المنتخب مصر. طبعا طبعا الماتش اسلام، انت بتلعب مع فرقه برضه من الوزن الثقيل، يعني ما هياش فرقه قليله. انت بس هم مكشوفين لينا، وكيروش طبعا لعب ضدهم اخر ماتشات في افريقيا، كانت مع السنغال ولعب ضدهم، وعارف يعني عارف كل كبيره وصغيره عن فريق السنغال. يعني دي حاجه غير لما يبقى حاجه مجهوله وانت لسه خايف من المجهول وكده. لا انت راصد الفرقه وعارف تعرف تلعبها ازاي، لانه الراجل بصراحه خد خطوات حلوه، وشايف ان هو موفق في خطواته الى حد بعيد، وعنده فكر كويس. فاتمنى ان هو يوفق باذن الله في في في, في المهمه دي، وفي اختيار العناصر اللي يبدا بيها المباراه، وكمان العناصر اللي تبقى موجوده معاه اللي ممكن جدا يدفع بيها في اي وقت. لا شك ان فريق السنغال فريق تقيل. كل امل السنغال النهارده ان يعني اليو سيسي بيفكر طبعا في البدايه، ان وهو لعب اصلا في الملعب ده، لعب في استاد مصر. مظبوط. وعارف رهبه انك تلعب في استاد القاهره. فاكيد ان هو في الاول هيبقى يعني مقفل شويه، معطلك الدنيا شويه، يحاول يضيق مساحات، يقلب لك، يعدي اول ربع ساعه تلت ساعه. هو يهمه بالمقام الاول انه اذا ما عرفش يكسب ما يخسرش. لكن احنا عندنا مهمه ثانيه خالص تختلف تماما. يعني كيروش عنده النهارده اساس، عاوز الماتش الاولاني في ملعبنا يستثمر فيه كل الفرص المتاحه. فنتمنى ان اللعيبه توفق، نتمنى ان هو يوفق في التشكيل. نتمنى كمان ان احنا مهاجمينا او لاعبينا برضو انه يوفقوا في الفرص اللي ممكن تيجي، لان فرص في المباريات دي اسلام بتبقى عزيزه، ما تبقاش كتيره. كابتن علي، دايما لما باجي اسال بسال على منتخب مصر، ولكن حضرتك خدتني لاتجاه اخر وهو المنتخب السنغالي. اليو سيسي كيف يفكر في هذه المباراه؟ يعني هل هيبدا المباراه معاه مجموعه برضو يا كابتن؟ لما بنسمع الاسماء بتاعتهم وبنسمع الانديه بتاعتهم كلنا بنبقى عارفين ان هم يقدروا من الناحيه، وحضرتك طبعا اللي تقدر تقول لنا هذا الكلام، لانه كلنا هنبقى عارفين ان هم لما يطلب منهم ان هم يلعبوا ضاغط مثلا هاي بريشر او ضغط عالي هيلعبوا ضغط عالي، لما يقول لهم ارجعوا ورا هيرجعوا ورا. من وجهه نظرك كيف سيبدا اليو سيسي في هذه المباراه؟ ما انا قلت يا سام، هو هيبدا متحفظ في الاول، متحفظ على اساس ان انت طبعا، لانه انت بتلعب في استاد القاهره، وعارف ان الهوم تيم لما تلعب في ملعبه بتبقى فيه حماس زايد. هو عاوز يمتص الحماس ده لغايه ما تهدى رتم المباراه ويبتدي يشتغل. طب هل ممكن يبدا يا كابتن العكس؟ يعني هل ممكن يبدا؟ طبعا. ايوه، لانه اسلام عنده ادواته. بالظبط، هو عنده ادواته. يعني النهارده ممكن يعمل كده، وفجاه تبص تلاقيه يعني اكيد وهو بيخطط وبيعمل التاكتكس بتاعه. مش هيعمله كله دفاعي وهو عنده ساديو ماني وعنده مجموعه مهاجمين على اعلى مستوى. فمش هيعمل كده. طبعا هو بيقفل وكده، لكن عارف يعمل ويخطف امتى، لان هم برضو يعني عندهم حته المرونه في حته التحول من موقف لموقف.
عنده مرونه شديده في لعيبته، قادره قوي انها تحول من موقف لموقف، من موقف دفاعي لهجومي بسرعه، وبيعتمد كمان كتير على الهجمات المرتده لانه عنده سرعه. عنده من ناحيه الشمال بيحط طبعا ساديو ماني، واحنا شفنا اكتر من مره هو بيركز عليه طبعا، بيركز على ساديو ماني في الكرات السريعه المرتده اللي هي بتتلعب طويله، مش اللي منقوله من نص الملعب والهجمه المنظمه، لا الحاجات المفاجاه والمباغته بيتلعب على ناحيه ساديو ماني. نعم كابتن علي، برضو لما يبقى عندك مجموعه اللاعبين اللي موجودين في المنتخب المصري، لانه الحقيقه دلوقتي الكل بيقول لك يعني النسب ما بين السنغال، منتخب السنغال والمنتخب المصري 50-50، هل حضرتك مع هذا الراي؟ لا، بس ضيف عليها بقى انك تلعب في ملعبك، انت بتلعب في ملعب وسط جمهورك. لازم النسبه عندك هتزيد. هل ده يؤثر على المجموعه اللي موجوده في السنغال يا كابتن؟ يعني مجموعه اللاعبين اللي موجودين في السنغال يعني؟ طبعا ياثر، احنا بشر برضه، هو بيشوف الموقف ده يعني بيهتز. صحيح كلهم لعيبه في انديه ثقيله جدا. طبعا ومتعود على انه يعمل كده ومتعود، لكن انت برضه مش انت هتاخد مبادئه وهتاخد مبادره وهتبتدي تشتغل وهتلعب، وده لازم هو هيبتدي عاوز يقلل الفرص اللي ممكن تتاح ليك، عايز يضغط عليك، عايز ده انت هتاخد جزء كبير من تفكيره مهما كان ان هو لعيب جامد ولعيب. طب احنا لعبنا معاهم اسلام وماتشنا انتهى 120 دقيقه 0-0 0-0، رغم ان انت كان عندك مشاكل برضو، غياب حجازي، غياب اكرم توفيق، غياب بعض اللعيبه اللي ما قدرتش تلعب، عمر كمال غاب مره، فتوح غاب، يعني في لعيبه بتقول ما انت بتلعب بتغيب وبتقع منك. ومع ذلك الفريق، ودي ميزه كيروش الحقيقه، انه دايما عنده البديل وما بيرتبكش في الامور دي. يعني لما وقع راح مدخل اشرف، ايمن اشرف مدخله مساك، يعني عنده الحلول دايما، يعني عنده وبيجرب اللعيب في اكثر من مكان، فدي برضه ميزه عنده ان هو الراجل متماسك وبيعرف يتعامل. انت قابلت ظروف صعبه جدا في ماتشك مع السنغال اللي في النهائي الافريقي، النهارده الظروف احسن بكتير. فالجو لا، الوضع متغير، ومع ذلك هو ما قدرش يكسبك، يعني 120 دقيقه ما قدرش انت يعني، هو كسب ضربات جزاء. اذا انت اللعيبه كلها دلوقتي عندها ثقه بنفسها لما تلعب مع ضد السنغال. صحيح الماتش مهم غايه في الاهميه لانه ده يوصل كاس عالم، لكن اوريدي يعني اللعيبه النهارده لعبت ضدها ولعبت ضد السنغال وواقفه على رجليها وعارفه تتعامل ازاي. طيب كابتن علي، طريقه 4-3-3 هي الطريقه المتبعه بالنسبه لكارلوس كيروش خلال الفتره السابقه، يلعب بيها برضو ولا هل من الممكن عشان انت بتلعب في وسط بقى جمهورك وعلى ارضك وكده، يعني بيبقى اقرب ان انت عايز تجيب جون عشان تكسب هذه المباراه؟ أيوة. عشان تروح هناك اقل، او يعني تبقى النسب قريبه من بعض، هل حضرتك شايف ان هو يغير من طريقه 4-3-3 ولا هذه الطريقه؟ مش هيغير، لكن ممكن ندي تكليفات للاطراف انها تزيد في الوقت المناسب. يعني يقدر يدي التكليفات بتاعته للناحيه الهجوميه من الاطراف، زي مثلا ما شفنا فتوح بيعدي بيروح، عمر كمال ده هيديهم تكليفات مؤكده. ايوه، انما هنا الشكل ما يهمش قد ما انت في الملعب بتتعامل ازاي وبتتحول امتى. طيب يا كابتن، هنا يلعب بثلاثة فلات في وسط الملعب، يعني اللي هو حمدي فتحي والنني وعمرو السولية، ولا حضرتك شايف واحد زي زيزو يبقى موجود في وسط مثلا؟ لا، انا هنا بقى هي النقطه دي، ان لازم يبقى في حد مايل مسانده هجوميه اكتر، هي دي. لا، ما اقدرش العب بثلاثة فلات في ملعبي. يعني انا بشوف ان دي بره ملعبي ممكن، انما في ملعبي لا، انا عايز ادعم الحته الهجوميه، لان انا برضو عايز يعني المسعى بتاعي ان انا اجيب جول، اجيب اثنين، يعني ليه ما اجيبش؟ انا ده ملعبي وجمهوري وفي وسط ارضي، فانا استثمر الفرصه دي، فلازم يبقى في حد مساند قوي للناحيه الهجوميه في وسط الملعب، يعني يلعب اثنين وفي واحد مساند. افضل زيزو، يعني افضل يعني زيزو. الاقرب ان حضرتك مثلا يلعب اثنين من الثلاثه اللي بنتكلم عنهم، النني وعمرو وحمدي، يلعب اثنين منهم والثالث يبقى زيزو، وزيزو ثالث. ومحمد صلاح ومرموش ولا تريزيجيه؟ محمد صلاح ومرموش عنده خيارات. بص يا اسلام، كل ما كان عندك عدد من اللعيبه كل ما بيريح المدرب. يعني النهارده لما يبقى عندك يعني دي الحيره اللي بيقول لك عليها، الحيره اللذيذه او الحيره المتعبه. أيوه. المطلوبه، الحيره المطلوبه او الحيره اللذيذه، ان يبقى عندك خيارات.
فانت عندك تريزيجيه عنده خبره اكتر، عمر مرموش لعيب يعني انا شايفه واعد جدا ولعيب واقف على رجله بيعمل مجهود كبير جدا، لانه خلي بالك يا اسلام في البطوله الافريقيه كان بيطلب، في ناس كتيره مش واخده بالها، كان بيطلب من مرموش واجب دفاعي واجب قوي. دفاعي مظبوط ولذلك هو كان دايما يجي عند الدقيقه 70 او 8 او 65 بيغيره. ليه؟ لانه هو طول الماتش شغال مساند لفتوح. انت لو سبت فتوح لوحده تبقى مشكله. فهو النهارده بيطلب الاطراف، بيطلب من الاطراف انها لازم يبقى مسانده للباك. لان انت بتلعب فرقه تقيله بتلعب في المساحات كويس جدا، فانت لازم هتحاول على قد ما تقدر تضيق المساحات عليهم، خصوصا لما يبقى هم مستحوذين تضيق عليهم المساحات. اخيرا يا كابتن علي، لو حضرتك يعني نتيجه هذه المباراه من وجهه نظرك يعني كيف تراها؟ وهل لو كسبنا، لو ربنا كرمنا وكسبنا 1-0، ده السؤال اللي دايما بساله عشان بس يوصل للجمهور ان 1-0 دي برضو نتيجه يا جماعه مع منتخب السنغال، منتخب اعتقد ان هي نتيجه جيده، ده وجهه نظري، ما اعرفش وجهه نظر حضرتك ايه يا كابتن. لا انا معاك 100%. انا مجرد بس اطلع من هنا اروح لهم اكون انا كسبان، مش اكون متعادل. يعني مع ان الكوره فيها برضو وفيها كتير، لكن انا يهمني اطلع من هنا كسبان حتى لو ب1-0. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا. كل التوفيق ليهم والله، ربنا يعني يوفقهم ونستثمر الفرص المتاحه. ومصطفى طبعا محمد مهم جدا، تركيزه يبقى عالي طبعا قوي، لانه يعني برضو ادى في البطوله الافريقيه لكن يعني منتظر منه في المباراه دي اعلى بكتير من الماتشات اللي فاتت. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن علي، وقد ايه الواحد سعيد لما بيلاقي حد بالقيمه والرمز الكبير الكابتن علي ابو جريشه موجود معانا على الهواء مباشره. فانا بشكرك جدا 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 يا كابتن علي على وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا للنجم الكبير ورمز كره القدم المصريه والنادي الاسماعيلي السابق كابتن علي ابو جريشه.